درجت ميليشيا الارهاب الحوثي على التعاطي الدعائي النزق مع كل الملفات الملحه التي تمس حياه الشعب اليمني بما في ذلك ملف فتح الطرقات وكسر الحصار المفروض من قبلها على محافظه تعز منذ تسعه اعوام. مزيد من المقاربه في التقرير التالي. مع الخارج و... مع أول اختناق للميليشيا بسبب قرارات الشرعية المتعلقة بالاقتصاد هرولت تبحث عن متنفس عبر الاستجابة للمطالب الشعبية ومبادرات الشرعية لفتح الطرقات فالحوثيون الذين لم يأبهوا باختناق الشعب بسبب قطعهم للطرق لمدة عشر سنوات هم أنفسهم من استجابوا للضغوط عندما أدركوا أنهم من سيختنقون بسبب القرارات ومن يتحركون وفق هكذا منطلقات يؤكدون انهم لانفسهم الضيقه فقط يعيشون وانه ليس مهما ان تختنق مدينه بالحصار او ان يموت المرضى في الطرقات الشاقه بل المهم والاهم الا يجد زعماء الميليشيا في صرف ما نهبوه مشقه الاستجابه الميليشاويه لفتح الطرقات بعد المراوغه لعشر سنوات وكما تبقى استجابه محاطه بالاف التساؤلات عن الهدف والمصداقيه والمآلات الا ان ملايين المواطنين الذين قطع الحوثيون طرقهم وقطعوها لسنوات يفضلون ان يروا في التحركات الاخيره في اول بصيص نور ينفذ الى نفق الميليشيا حالك الظلمات. ومع متابعه اخبار لحاق الميليشيا بمبادرات الشرعيه وموافقاتها على فتح صفحه ملف الطرقات الرئيسه يضع ملايين اليمنيين ايديهم على قلوبهم خوفا من ان تنقلب الميليشيا نحو مراوغاتها التي قلبت حياتهم جحيما منذ انقلبت وان تعود لتناقضها المعتاد ونقضها وانقضاضها على كل ما وقعت فهل تذهب الميليشيا بجديه وصدق نيه نحو فتح الطرقات هذه المره ام تفتح للوطن جرحا جديدا بخنجر غدر والتفافات مره